مصرع إخواني بعد انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزته. سبحان الله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني واحد راكب موتوسيكل، طبعا إخواني، هيبقى إيه يعني؟ مش عشان راكب موتوسيكل وكل واحد راكب موتوسيكل إخواني، لا، معاه قنبلة انفجرت فيه ومات. كان رايح يفجر شرطة، ضباط شرطة، يعني بيدور على مكان في ضباط شرطة يفجرهم فيه، القنبلة انفجرت فيه. ده كان في منشية ناصر، اسمه محمد حمدي محمد مصطفى، عنده 20 سنة. ده قنبلة كانت محلية الصنع وحطتها بين رجليه. يا ربي، ده التدمير كان صعب قوي. وقال أن الانفجار أسفر عن إصابة عضو التنظيم بإصابات بالغة، ده المصدر الأمني، في الجزء السفلي من الجسم مش بين رجليه طبعا. اتنقل إلى مستشفى الحسيني الجامعي لمحاولة إسعافه، لكن ما لحقوهوش. أشارت التحريات أنه مقيم بالعقار رقم 5 شارع يوسف الزيني، متفرع من شارع عبده باشا بمنطقة الويلي. وانا اتمنى ان احنا نسال الناس اللي ساكنين في البيت ده، انتوا كنتوا حاسين ان في ناس ده معاه واحد صاحبه تاني وبيصنعوا قنابل ولو عندهم مولوتوف؟ انتوا كنتوا بتشوفوا ناس غريبه طالعه وداخله ولا ما كنتوش شايفين ولا حاسين؟ ده مستاجر طبيعي ودي شقته ولا خدها مخصوص؟ مثل هذه الاشياء انتوا اللي في خطر، لو القنابل دي انفجرت في البيت انتوا اللي هتضيعوا. تبين من التحريات ان الدراجه ملك اخر هو شريكه في صنع المتفجرات والعبوات الناسفه، ويدعى وليد رمضان. انا ليا اخ اسمه وليد رمضان، بس انا اسمي خيري محمد رمضان، ووليد محمد رمضان مختلف. بمنشاه ناصر، وان الشباب كان في طريقه لتنفيذ عمل ارهابي ضد رجال الشرطه بعد تسلمه الدراجه الناريه من زميله اللي راحت الاجهزه الامنيه ودهمت بيته، عثرت على 13 زجاجه مولوتوف تحوي مواد حارقه وملتهبه، دي في بيت الاخوان المتوفي، وضبطوا 5 عبوات شديدة الانفجار بمندل شريكه، والذي تم القبض عليه والتحقيق معه داخل إحدى الجهات الأمنية. هيبقى الأمن الوطني يعني، هيبقى فين؟ طيب، وقعة تانية تقلق ولازم نقف قدامها، وما تاخدوش المعلومات دي نهائية، لأن دي معلومات المواقع والأمن، خلونا نشوف هنوصل لإيه للآخر. بيقول لك 2 من أنصار جماعة الإخوان مساء أمس دخلوا على شاب في محل البيع الهواتف في عزبة النخل. الشاب ده مسيحي ومن مؤيدي السيسي، فلما دخلوا عليه ضربوا عليه نار، قتلوه وعملوا إشارة رابعة، معرفش مين اللي شافهم بيعملوا، يعني جايز الناس شافوهم وهم بيجروا وكانوا ملثمين وراكبين موتوسيكل وجريوا. اللي مات اسمه إسحاق منسي إبراهيم الله يرحمه، عنده 28 سنة، وبيقولوا أنهم هددوا المرة بالقتل فوسعوا له. شقيق المجني عليه اتهم جماعة الإخوان الإرهابية. هل هذا صحيح أم لا؟ هل هذه المعلومات دقيقة أم لا؟ خلونا نكلم الأستاذ إبراهيم منسي ونقول له خالص العزاء، البقاء والدوام لله. يا أستاذ إبراهيم، أيوه بخيري، أهلا بك، البقاء والدوام لله. عيش بخيري، عيش. انا يعني كان نفسي اسمع اتكلم معاك من زمان في ظرف احسن من كده اهوت، بس هو للاسف احنا لازم يكون صوتنا مش مسموع، لازم احنا نخاف ان احنا نتكلم، عشان الواحد لما اتكلمت قبل كده اهوت وجه حوار مع زميلك محمود سعد، اعتقد يعني حصل اللي حصل، ملوش ترتيب، ملوش ميعاد، ملوش ان انا اقارن الترتيبين، ان انا اقول دي واحد دي اتنين، بس انا من جوايا انا بقول سامحني يا اخويا في يوم من الايام لو انا فكرت ان انا اتكلم عشان يجي فيك اللي حصل. اللي حصل يا استاذ خيري، انا اسف بكلمك بسرعه. طب قبل ما تقول اللي حصل، انت كنت ظهرت انت واخوك المرحوم باذن الله؟ لا، انا كنت ظهرت لوحدي، كان احداث يوم الاربع اللي كان فيها الاخوان عملوا مشاجره مع شباب في المنطقه، بعد كده الاخوان طلعوا ضرب طلقات ناريه، الشباب من المنطقه كلها وقفوا لهم. فتاني يوم كان الكلام ده يوم الاربعاء، يوم الخميس نزل قناه النهار الصبح بتصور، تعدت علينا عشان انا من ضمن المحلات الاوائل يعني، اللي هو محل رمز البطل فودافون. اللي حصل انا اتكلمت قلت زي اي شاب نفسه يقول كلمه واحده بس، انا نفسي انزل انتخب من غير ما احس ان انا خايف، نفسي اقول ان انا بنتخب السيسي من غير ما اكون انا خايف، نفسي افرح زي ما احب مثلا اروح شبرا، اروح الزيتون، اروح الاماكن اللي فيها فكر عالي، فيها ثقافه، مدينه نصر،
نفسي افرح زي الناس. ليه ما افرحش في عزبه النخل؟ ليه ما افرحش في المطريه؟ ليه ما افرحش في عين شمس؟ ولا انا لازم اكون هناك؟ ده الكلمتين اللي انا قلتهم بالمختصر، واللي عايز يتاكد من الكلام دوت يدخل على قناه النهار احداث العنف الاخوان تهدد اهل عزبه. تمام، انت صادق يعني ما فيش شيء يستدعي ان احنا نشكك فيك. ده اللي قيل، ولست انا بمفردي. حصل قبل الكاميرا ما تيجي تصور معايا، كان في اتنين اصحاب محلات، يمكن منهم واحد محله اعرض من محل بكتير ومعرض لاي اعتداء عليه. ولكن انا حللتها لنفسي علشان انا بحب اخويا، انه اكيد اللي حصل له ده بسبب كلمه قيلت. هل كان هناك اي مؤشرات؟ ممكن تقول لي اخوك مات ازاي؟ اخويا مات ان هو كان قاعد في السنترال. احنا اولا المحل ده محل يعني سنترال وموبايلات، تمام. الموبايلات بتاعته لو واجهته 4 متر بتبقى الدخله بتاعته اللي هي متر، عشان بعد كده السكريت اللي هو الايه الباترينا بتاعت العدد، بعد كده فاصل حته صغيره ب 30 سنتي، بعد كده 4 متر واجهه اللي هو السنترال بتاعنا، تمام. اخويا كان بيبقى على السنترال دوت على ريون خشب. هو كان واقف وبيبيع في الكروت. فوجئ انه اخلي بالك اللي انا بقوله لك ده كلام جاره اللي كان جنبه اللي شاف الحاجه دي، اللي تمام. كان واقف معاه ما سابوش الا لحظه صغيره، جاله اصدقائه فراح وقف معاهم على بعد 6 متر او 7 متر من مشوار من اخويا. اخويا دخل جوه الريون الخشب بتاعه عشان يقدر يبيع. بيبان يعني بدايه من صدره لغايه فوق، طبعا لغايه راسه بقيت جسمه مختفي من ورا الريون. جه واحد بادعاء ان هو ماسك شنطه سوداء وكانه هيحط ايده في الشنطه السوداء عشان يطلع البوك، يطلع اي حاجه، هيجيب منها المحفظه بتاعته، او هيسند الشنطه السوداء دي بما ان فيها فاكهه مثلا او خضار هيحطها في الارض. هو يا دوبك طلع منها الطبنجه، والطبنجه دي 9 مللي، حطها له على رقبته لدرجه انه يعني الناس ما سمعتش لاخويا بيقول كلمه ايه ده، وبعد كده ما سمعناش صوت اخويا نطق بعد كده. هو اخذ 3 طلقات، اول طلقتين كانوا قريبين جدا علشان هو ضربه طلقه، بعد كده رجع خطوه، بعد كده ضربه الثانيه، بعد كده رجع خطوتين عشان ايه يبدا يرجع عنه، عشان كده الطلقه الثالثه هي الطلقه اللي فضلت مستقره في جسمه، تمام؟ نعم. ده اللي حصل. طبعا بيدي ظهره وبيجري. اي بني ادم لو في 100 شخص، عمر ال 100 شخص هيجيهم جرأة ان هم يهجموا عليه علشان ياخدوه، علشان هو ضرب ضربات ناريه في الهواء عشان ما يخليش حد يقف. الكلام اللي انا بقول لك عليه ان هو بيرجع بظهره لا يقل عن 4 متر، 4 متر بالظبط. وكان الفيس بقى في مكنه مستنيه، مكنه من غير ارقام، قامت ركب عليها على طول، وقعدت الاجرام بتاع الارهابيين ان هو بيضرب طلق ناري بالطبنجه اللي معاه عشان ما يخليش حد يجري وراه. في اقل من دقيقتين مش هتلاقي هذا بنات. ده اللي حصل بالظبط وبالتفصيل مع اخويا. حصل ليه؟ حصل ليه في السنترال ده؟ حصل ليه مع الاخ الغلبان اللي عمره ما كلم حد لا في سياسه. بص يا استاذ خير، انا عايز اعرف بس الناس اللي واقفه شافوا اللي ضارب كان واحد ولا اتنين كان ملسم؟ الناس اللي واقفه استاذ خيري يشاء القدر انه في اللحظه دي هيكون اتنين ثلاثة اربعة، رغم انه الشارع المفروض بيبقى شارع حيوي، بس اللي بيجي ينفذ مخطط بيبقى هو قاصد لحظه فيها سكون، لحظه يعرف يجري فيها، وده اللي حصل بالفعل. انا بسال حضرتك شافوه ملسم ولا وجهه مكشوف؟ لا مش ملسم يا بيه. طيب يا خيري، كان معاه حد ولا لوحده؟ لابس كاب بس منزل الكاب على وش على عينه. كان لوحده ولا مع حد؟ ما هو لوحده ضرب نار، والتاني كان قائد المكنه اللي كان محضرها علشان نط عليها وجري بيها على طول. ما حدش طردهم من الاهالي عشان هو فضل يضرب بالطلق الناري على الناس. هل انت بتتهم الاخوان مباشره ولا وارد ان يكون في خصومه؟ دول لصوص كانوا عايزين يسرقوه ورفض يدوهم فلوس. انا بدون قطع كلامك، انا اخويا لو جيت سالت عليه 100 نفر ال 101 يقولوا لك انه اخويا دوت ما كانش لا بيهش ولا بينش. اخويا في يوم من الايام جاله حرامي الصبح اول ما فتح الساعه 10، واخويا كان يثق ان هو حرامي ممكن يضربه ممكن يمشيه ممكن يشخط فيه. قال له بعد اذنك يا استاذ، قال له بعد اذنك، كان يخشى ان هو يتكلم مع اي حد. يعني انت بتستبعد تماما ان في خصومه او انهم كانوا لصوص؟ دولت لا مش لصوص يا استاذ خير. اللص
ما يجيش يعمل حركه زي كده. اهو مجال لسه عندنا مجال السرقه معروف وخطواته معروفه وطريقته معروف، وهيبقى عارف هيسرق ايه. طيب بس هل وهو خارج، هل وهو خارج هذا القاتل المجرم عمل علامه رابعه فعلا؟ انا ما حدش قال لي على موضوع يعني الرابعة. المكتوب ده قد لا يكون حقيقي، ما حدش قال لك ده؟ انا مش مسؤول عن اللي اتكتب في انا قريتها وصعبت ان انا قريتها، علشان انا ما بحبش بصراحه يعني ايه الشغل الكلام اللي هو بيبقى كلام على الواتس ده، انا ما بحبوش. انا احب اللي حصل هو بالظبط اللي يتحكي. تمام، بشكرك جدا، البقاء لله يا استاذ ابراهيم، وارجو ان تبلغ تعازينا للاسره، ونتمنى ان الامن يكشف عن غموض هذه الجريمه. تظل المؤشرات الاولى انهم ارهابيين ينتمون الى جماعه الاخوان، وقد يكون الامر شيء اخر الى ان يتم القبض او الكشف عن الهويه او ظهور معلومات نقدر نتكلم في الموضوع.